هنرجع تاني لماتش بكره بتفاصيله بحكاياته بتشكيله، ولكن عايز ابتدي معاك النهارده اتفضل. الدوري العام المصري. بدانا بمباراه اسوان أسوان بيقوده والطحان. كابتن ربيع ياسين مع بعض 22 صفقه جديده لاسوان، من ضمنهم الاشهرهم ايفونا لاعب النادي الاهلي السابق، وايضا صفقات جديده لنادي اتحاد سكندري من ضمنهم نجمنا الجميل اللي انا بحبه جدا النهارده، كنت مستغرب اللبس عليه، محمود علاء. انت عارف طبعا محمود علاء عشره وايام جميله طبعا طبعا ومدافع تاريخي في طبعا نادي الزمالك وجاب بطولات كتيره مع طبعا النادي. طبعا. فالنهارده الاتحاد بيفوز في اخر ثانيه، رايك في المباراه؟ طبعا الاتحاد فرقه كبيره، ومن الفرق اللي انا بحبها جدا اتحاد اسكندري، وطبعا اسوان نادي عريق، لكن دايما بدايه الموسم يا خالد بتبقى مفيش التجانس موجود قوي بين اللعيبه، خاصه لما بيبقى لعيبه جديده زي ما انت قلت. اسوان جاب كام صفقه؟ صفقات كتيره جدا اكثر من 20، فما تقدرش تحكم لا على اسوان ولا على الاتحاد السكندري من خلال ماتش، ولا على النهارده مثلا ماتش سيراميكا اللي هو خلص 3 مع المصري. دي بدايه موسم، بدايه موسم بتبقى اهم حاجه لو ما كسبتش ما تخسرش، يعني بقول للمدير الفني في بدايه الموسم اول ماتش لو مش عارف تكسب حافظ النتيجه تبقى تعادل، ما تجازفش. يمكن النهارده مثلا الاتحاد السكندري جاب جون في اخر في الاواخر يعني استر اموته يعني. فطبعا ببارك بس هو للاتحاد، كان الاقرب بس يعني. هو الاقرب في فرق خبرات وفرق لعيبه وفرق امكانيات، بس برضو كاسوان هيجي يعني. اسوان لسه ده اول ماتش ليه، ما تقدرش تحكم صح عليه. صح. النهارده مثلا اتفرجت على مثلا فاركو والبنك الاهلي، يعني البنك الاهلي كان متسيد يعتبر المباراه صحيح، وضيع فرص كتير، فجه برضو ضربه الجزاء اللي في اخر دقيقه حصل تعادل فاركو في اخر يعني في الدقيقه 3 او 4 من الوقت الضايع. بالظبط. النهارده استغربت من اداء النادي المصري بقى، يعني النادي المصري يعني جاب صفقات قول كتير. فاركو كمان ما فيش ولا صفقه. فاركو عشان موقوفين كانوا بالظبط، موقوفين وعندهم نقطتين. كمان سيفتري وعمرو جمال لسه ما رجعوش. لكن مثلا شفت ماتش السيراميكا، كنت سعيد جدا بدأ نادي سيراميكا، لان انا من اللي بعترف وبعشق او بحب احمد سامي كمدير فني. كنت دايما من زمان اقول احمد سامي ده هيبقى مدير فني جيد جدا بس لما ياخد فرصه، وفعلا بيثبت يوم بعد يوم احمد سامي ان هو مدرب كويس. وسعيد بمستوى محمد ابراهيم، بإيبوكا النهارده، جون إيبوكا لعيب جامد قوي، حتى احمد ياسر ريان النهارده كان عاجبني، اللي هو ميدو اللي هو اسمه ايه؟ ميدو اللي هو اللي ناحيه الشمال، لعيب حريف برضو. تحس فرقه كوره، كان لاعب الاهلي السابق، لاعب الاهلي السابق، طلع الجيش فرقه، يعني فرقه كوره. فالنهارده فالنتيجه كانت عادي، كان ممكن سيراميكا يجيب اكتر، لكن النهارده المستوى المصري لسه حته التجانس دي، اللعيبه الجديده برضك ما دخلتش لسه، لان ده اول موسم ان شاء الله المصري. الماتش الجاي يتدارك الاخطاء، لان كان عنده اخطاء دفاعيه النهارده بالجمله، فلازم يعني خط دفاع المصري بعتبره مسؤول مسؤوليه كبيره جدا على الهزيمه النهارده. كابتن النهارده يعني طبعا يعني انتوا عارفين ان المصري بيتنفس كوره، يعني الجمهور المصري اكتر حاجه بتسعده الكوره. كوره هم كانوا بيأملوا، كان عندهم يعني شويه اعتراض على كابتن ايهاب جلال. تمام. كابتن ايهاب جلال دايما يقول لك من افضل المدربين في مصر وبتاع، وعنده طريقه معينه كده بيبتدي بيها وبتاع. النهارده انا شايف ان كل حاجه غايبه، يعني النواحي التكتيكيه غايبه، قرب المسافات مش مفيش. موجود، الـ 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 الضغط على الخصم مش موجود، نص ملعب مش موجود خالص خالص، يعني نص ملعب نادي المصري الشوط الاولاني والشوط الثاني مش موجودين خالص، يعني في فدان كده ممكن اللعيب بياخد الكره وبيمشي، محمد ابراهيم بيمشي بينزل ايبوكا يستلم، احمد ياسر مفيش ضغط زي ما انت بتقول يا خالد. ممكن دي فلسفه ايهاب جلال في البدايه، ان هو بيحفظ طريقه لعب معينه للفرقه، بس المشكله ان بتاخد وقت، فهتاخد وقت ممكن اثيوبيا ثانيه، فهتاخد وقت فممكن تضيع يعني عليك ماتشات كتيره قوي. انا لازم العب على امكانيات اللعيبه اللي عندي مش امكانياتي انا التدريبيه. كابتن اثيوبيا ما لعبنا اثيوبيا مع كابتن ايهاب جلال، كنت بحس ان انا بلعب برازيل. لا من يعني ماتش، فاكر ماتش اثيوبيا؟ انا بقول لك وبعديها غينيا قبليها وبعديها كوريا الجنوبيه. ما بقول لك المدير الفني الشاطر اللي يلعب على امكانيات اللعيبه اللي عنده مش امكانيات. افرض انا مثلا راجل بحب الكره الهجوميه، انا لسه مدير فني بس ما عنديش النواحي الهجوميه العاليه قوي، ما عنديش النجوم اللي تكسبني، لا هأمن دفاعي كويس، هأمن نص ملعبي كويس، قدرت اكسب من هجمه مرتده هكسب، لا لكن ايه النواحي الدفاعيه امنها. فالنهارده ما كانش في تأمين دفاعي خالص من فريق النادي المصري، كنت مستغرب يعني. هو في لعيب انا يعني بحبه في النادي المصري عمرو موسى، ما لعبش دوت، نزل في الاخر شويه كده لعيب كويس، حسن علي وحسن علي نزل برده اخر 12 دقيقه كده في الاول خالص. يعني عمرو موسى ده بيبدا الهجمه بشكل كويس، بالظبط، لعيب كوره وفاهم وكابتن وقائد وبتاع. فمش عايزين برده نحكم من اول ماتش. كابتن ايهاب جلال طبعا مدير فني برده مسك فرق كبيره وحقق نتائج، مش عايزين نحكم من اول ماتش يا خالد، لسه الدوري لسه بنسخن في كابتن الدوري. اكيد طبعا.